الذي وصف الاتفاق بالعظيم والمعيد لبريطانيا سيطرتها على مواردها، طالب البرلمان بالتصويت يوم السبت المقبل لصالح اتفاقه الجديد كي تخرج بريطانيا في 31 من الشهر الجاري، طلب رفضه حزب العمال المعارض بشكل متوقع والحزب الوطني الإيرلندي حليف الحكومة البريطانية بشكل مفاجئ. يعتقد السيد جيمي كوربن بأنه وباتفاقه مع الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا بأنه سوف يكون أغلبية في داخل البرلمان، وبالتالي سيجهض كل محاولات السيد جونسون في قضية تمرير هذا الاتفاق. الحكومة البريطانية استبقت إعلان رئيسها التوصل لاتفاق جديد بالقول إنها ستؤجل الخروج في حال فشلت المفاوضات تنفيذا لقانون بن الذي يجبر بوريس جونسون على طلب تمديد البقاء في الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 19 من الشهر الجاري. رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق جديد، تبقى الكلمة الفصل للبرلمان البريطاني الذي ازدادت دائرة معارضته لمخططات رئيس الوزراء بانضمام الحزب الوحدوي الإيرلندي إليها، الأمر الذي يجعل تمرير الاتفاق أمرا شبه مستحيل. عمر بشير، قناة الغد، لندن.